تشغيل ناظم على الشارع المطبخات من خلف الناظم من مقدم الناظم من خلف الناظم مطبخة كهربائية وهسه قاعد نشغله على المولدين لأنه كهرباء بعد ما مكمل الغرفة الحصينة للمطبخة. هسه احنا قاعد نشغل تقريبا 4 ساعات اليوم لأنه الغاز تعرفين تخصيصات المالية ما تطلع الغاز عندنا قليل نشغله بس من تكمل الكهرباء تحولنا المطبخات كهربائية تكمل الغرفة من تكمل الغرفة ويجهزونا بالكهرباء نشغل أكثر من 6 ساعات اليوم مطبخات وتحسين مياه نهر عشار والخندق مو لا مجاري ولا شيء.